دورة تكوينية ثانية خلال الأسبوع الأول من العطلة الربيعية لفائدة الأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف المنظمة شهر جويلية المنصرم، تضاف إلى الدورة الأولى التي استفاد منها الأساتذة خلال الفصل الأول، وهو ما يعادل أسبوعين من التكوين، مدة اعتبرها بعض الأساتذة غير كافية بالنظر إلى أن أغلب الناجحين هم خريجين جدد من الجامعات، ما يعني محدودية خبرتهم المهنية، ما يؤثر بالتأكيد وحسب مختصين على مردود التلاميذ. كنا نكون المعلم نظريا وتطبيقيا بحيث سنتان كاملتان والتلميذ يتابع الدروس مع الأستاذ، والأستاذ يخرج معه إلى الأقسام وينظرون إلى ومع ذلك كان هناك نقص. انتقادات حادة وجهتها الوزيرة نوريا بن غبريت للأساتذة الجدد في الكثير من المرات، حيث أكدت أن تدني نتائج التلاميذ راجع في الكثير من الأحيان إلى نقص خبرة هؤلاء الأساتذة وقلة تكوينهم، وفي نفس الوقت تبرمج أسبوعين فقط لتكوينهم، فمن المسؤول؟ الوزارة إذا لم تهتدي إلى طريقة للتكوين فيبقى التعليم ناقص. إعادة النظر في منظومة تكوين الأساتذة وبحسب مختصين ومهتمين بالشأن التربوي من شأنه رفع مستوى الأساتذة وبالتالي ضمان نتائج دراسية مقبولة.